طنت الدنيا وهب بثانية نسيت اخرتك ونسيت يوم الحساب والعقاب وانت بترضيت. خلي ابنك يقول ابويا ساكن جوايا فاحلى ذكرى احسن يقول ابويا من هون غرب يلف الضف على طول محطوط وسط الاقصى معمول لكم عسى محطوط وسط الاقصى معمول لكم مقدور بيا حرب وضرب واجرام بقلب ضعفية اصحاب زي الاصل في الشتا والله يا كريم انا عوز الطبيب مصر روح ونبع السقف عينيا اللي انت عايزه يا رب يرشد بصواب قول لي ما بسقفش ريقه ايه ده حقك يا رخيص اللي خلاك تخلع مني قضيت من على مسس ودماغي بقت تضرب مني صحوبية بقلبي 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 محطوط وسط الأقصى معمول لكم مقدور بيا عرض وضرب وإجرام طويل ومتقطع فيا محطوط وسط الأقصى معمول لكم مقدور بيا فكك من ركز عالرايق فكك من كلمة اخويا وشغل البويا واللي محار اللي بتحتاج له في شدة بيعمل نايم ويشخر فكك من كلمة ابويا وشغل البويا واللي محار اللي بتحتاج له في شدة بيعمل نايم معمول لكم مهجور بيا عرض وضرب وإجرام طويل ومتقطع بيا أصحاب زي الأصنام في الشتا بتكون جنبيا الكوري مليانة أرقام والرجالة عالمة مخبية ليك يا زمان ليك شوف وصلت بيا ليك خليت اللي كان للوم يا سمر والله ده عايزين علشان
عليا انسطر غمولي عين ورمولي وسط الافاني والزيان تسلم يا كيمو الغالي كلمة ما تعتمدش على انكوا ناس زبالة مش تمام في الدنيا دي عايشينها والله عالة انتوا ناس تمامكوا قرش والجنين ما مفتكرش يلا برا من حياتي ربك يلا غور اسحب سلاح عالرايق قاعد يسمع قلبي تعال اقول لك تعال 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 يا طيب والنبي عالرايق يا جدعان بص اطلع فوق هنا كده اطلع فوق ابو عمار الرئيس محمد عياد ابو عمار انت فين ابو عمار والنبي بص تحت كده السقف فين لا السقف ايه ايه عسى قلبي الكلام خلص لاجل انكوا ناس زباده مش تمام في الدنيا دي عايشينها والله عالة هما ناس تمام ومرش والجميل ما بتفتكرش يلا برا من حياتي رد بتوع يلا دور اسحب سلاح يا من حكايه يا مرق وصور اياك تجلي مره روح وعامل قلبي ما تعيش يا جاحد مش هحب مره واحده هبقى وحشه قلبي عريقي سكن في كتير مخاني اشتغل